السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم الناس كلها، إن شاء الله تكونوا بخير. تحية للناس اللي تتبع فيا كل أينما كنتم، تحية لكم. فيديو اليوم حبيت أشارك معكم تجربة بسيطة، تجربتي يعني في أندونيسيا، كيف تعلمت اللغة الأندونيسية بالضبط. كما تعرفوا أنا موجود هنا في أندونيسيا تقريبا 5 سنين، وأنا هنا من 2015. فأول ما جيت بصراحة واجهت صعوبات في التواصل. المنطقة اللي أنا ساكن فيها ما يتكلموش الأنجليزية، اللغة الإنجليزية، يعني أغلبيتهم ما لا يعرفون الإنجليزية إلا قليل. فهذا الشيء ساعدني باش نتعلم اللغة بسرعة بصراحة، لأني يعني واجهت صعوبات في التواصل مع الناس. مثلا نروح للسوبر ماركت، نمشي أي مكان باش نتواصل معهم صعب، قليل قليل جدا من المنطقة اللي أنا ساكن فيها، بحكم ما هيش منطقة سياحية ما فيهاش أجانب ما يتكلموش اللغة الإنجليزية. فهذا الشيء شجعني، يعني خلاني نتعلم اللغة بسرعة. بصراحة تعلمت اللغة الإندونيسية في 6 أشهر فقط، يعني في خلال 6 أشهر تمكنت من اللغة الإندونيسية، ومش يعني عن طريق يعني مدرسة أو تعلمت في الإنترنت أو تعلمت يعني قريت كتاب طريق الكتب، لا بل تعلمت بالممارسة يا إخوان، الممارسة. وبحكم مقيم يعني في منطقة يعني فيها السكان المحليين ما يتكلموش اللغة الإنجليزية، فكل يوم نسمع يعني كل يوم نسمع يعني لغة إندونيسية لغة إندونيسية، فبديت نفهم، بديت نحفظ الكلمات المهمة. وكذلك كما تعرفوا زوجتي إندونيسية وعائلة زوجتي كذلك، يعني عشت معهم فترة، فهذه الأشياء خلتني أتعلم اللغة بسرعة. بالنسبة للغة الإندونيسية ما هي صعبة، سهلة جدا، يعني ما هي صعبة. ولكن في البداية أول ما جيت وكنت نسمع في الناس تتكلم بسرعة، فقلت هذه لغة صعبة ومستحيل يعني نتعلمها بصراحة، فكانت يعني صعبة كأول مرة. ولكن لما مارستها ولما يعني اكتشفت اللي هي لغة سهلة جدا وما هي صعبة، والحين تكلمها بنسبة أكثر من 90%، لا مش 90%، بلغت شوي، ممكن أكثر من 80%، 80% باللغة الإندونيسية تمكنت منها. في بعض الكلمات لحد الآن يعني ما أحيانا ما نفهمهاش، ولكن 80% ممكن تعلمتها، يعني 80% تمكنت من اللغة. وهذا هو الفيديو، يعني تجربة بسيطة يعني حبيت أشاركها معكم، إن شاء الله يعجبكم موضوع الفيديو. على فكرة يا أخوان، اللغة الأندونيسية تحتوي على العديد من الكلمات العربية، يعني سبحان الله اكتشفت الشيء هذا لما جيت يعني لهنا لآسيا الأندونيسيا، اكتشفت أن اللغة العربية فيها عديد جدا من الكلمات العربية، مثلا كرسي، استراحة، لسان، كثير كثير جدا. وجه، مثلا وجه في كلمة أندونيسية اسمها وجه، في مثلا استراحة، كثير، لا أذكر الكلمات بالضبط، ولكن تحتوي على كثير من الكلمات العربية. كذلك بدن، قولوا بدن، إيش ثاني، صفات مثلا، الحمد لله رسول الله، ضرورات، معلومات، هذه كل يعني كلمات أندونيسية عربية موجودة في اللغة الأندونيسية. وعلى فكرة يعني الأندونيسيا، ماليزيا، سنغافورة، بروناي، هذه الدول تقريبا يتكلموا نفس اللغة، يعني بالنسبة تختلف يعني شيء بسيط في الأكسنت فقط يعني، ولكن نفس اللغة يتكلموا. عندك ماليزيا، أندونيسيا، سنغافورة، كذلك بروناي، كذلك حدود التايلاندية، المناطق التايلاندية اللي قريبة من ماليزيا على الحدود الماليزية، كذلك يتكلموا اللغة الملايو. هذا هو يعني، هذا هو يا أخوان، حبيت نشارك معكم التجربة البسيطة هذه في فيديو بسيط، إن شاء الله تكون عجبتكم الفكرة. ما تنسوش تدعمونا بسبسكرايب، تشتركوا في القناة إذا كان ما كنتوش مشتركين، وتعملوا لايك للفيديو إذا كان عجبكم، إذا كان ما عجبكمش تعملوا ديزلايك، ما فيش مش مشكل يعني، أنتم أحرار في اختياراتكم. المهم حاولوا تشجعوا الواحد، مش تتفرجوا بركة يا أخوة، تشجعوا الواحد على الأقل، تخلوه يتشجع باش يصور فيديوهات ويعطيكم نصائح على السفر والغربة في، يعني شوف في كثير من الناس تشاهد الفيديو فقط لنسبة المشاهدة، يعني مثلا مئات مثلا، ولايك يعني 3 أو 4 فقط، يعني مش مشكلة إذا كانت استنفعت بالفيديو وتفرجت عليه أعمل لايك، هذا مش لي أنا، أبر للناس اللي تعمل في اليوتيوب لكل صناع المحتوى، حكي تستنفعوا بفيديو معين يا إخوان، حاولوا تضغطوا على اللايك وتشتركوا في القناة إذا كان أنتم استنفعتوا، لأن هذا السيد اللي يصور تعب وصرف وضيع من وقته باش يصور لكم المقطع اللي استفدتوا منه، فما تبخلوش عليه يعني
مجرد يعني زر تضغط عليه فقط. هذا هو إخوان، إن شاء الله نتقابلوا في فيديوهات أخرى. إيه كنبة القط، القط هذا عندي قط مش عادي يا إخوان. نبا وكل ورق ها وكل ورق برو. أوكي يا إخوان، نشوفكم فيديوهات أخرى إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.